بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مطلوب. اليوم وصلنا للتمرين رقم 7. التمرين رقم 7 اللي فيه المتراجحات بالقيمة المطلقة، صافي فيه المتراجحات بالقيمة المطلقة. إذن غنشوفو كيفاش نتعاملو مع التمارين ديال المتراجحات بالقيمة المطلقة. بالنسبة لجوج الحالات هاد التمرين غيكون هو التمرين رقم 7، نشوفو فيه متراجحات من الدرجة الأولى بالقيمة المطلقة. التمرين اللي غيكون مور هذا نشوفو متراجحات من الدرجة الثانية بالقيمة المطلقة، صافي. إذا قلب ريزولف دون ار لي زينيغاليتي سويفون، عطاونا ثلاثة ديال لي زينيغاليتي خصنا يعني نحلوهم في ار. أولا خصنا نعرفو واحد ثلاثة ديال العلاقات. هاد العلاقات شنو هما؟ العلاقات كيخصو القيمة المطلقة. إلا كنت عندي مثلا القيمة المطلقة ديال واحد تي أصغر من أو يساوي مثلا أنت القيمة المطلقة ديال واحد إكس أصغر من أو يساوي أ، أشنو ندير في هاد الحالة هادي؟ القيمة المطلقة ديال إكس أصغر من أو يساوي أ، كي عندي نخرج الحلول خصني نكون عارف هاد التكافؤ هذا شنو هو. إلا كانت عندي القيمة المطلقة ديال إكس أصغر من أو يساوي أ، فهادشي شنو كيعني؟ أن إكس راه محصور ما بين ناقص أ و أ. إلا كانت عندي أصغر قطعا هنا حتى هنا كندير أصغر قطعا أصغر قطعا. إذا كانت عندي القيمة المطلقة إكس أصغر من أو يساوي أ، فهادشي كيكافئ أن إكس محصور ما بين ناقص أ و أ. مزيان. بالنسبة لثاني حاجة شنو هي؟ هي إلا كان عندي إكس القيمة المطلقة إكس أكبر من أو يساوي أ، شنو كيكافئ أن هادشي؟ إلا كان عندي أنا لا فالور أبسولي ديال إكس أصغر من أكبر من أو يساوي أ، فهاد الحالة شنو كنقول؟ إما يكون داك إكس ديالي أكبر من أو يساوي هاد الأنظر، إما يكون إكس أكبر من أو يساوي أ، أو أو إكس راه أصغر من أو يساوي ناقص أ، صافي؟ غتكون إما إكس أكبر من أو يساوي أ، أو إكس أصغر من أو يساوي ناقص ب. حنا نشوفو كيفاش غنطبقو هاد العلاقات هادا. دابا غنشوفو إلا كان عندك مثلا واحد العدد أ، يعني أ إذا كان عندك واحد العدد أ مثلا أكبر قطعة ولا أكبر من أو يساوي الصفر، مزيان، أ أكبر من أو يساوي الصفر، أصغر من أو يساوي ب، هذا استلزام، صافي. إذا كان عندك أ أكبر قطعة أكبر من أو يساوي الصفر وأصغر من ب، فكتقول بلي أ أو سيغما راه أصغر من أو يساوي ب أو سيغما، مزيان. إذا من كتكون عندي يعني واحد العدد أ هو أكبر من الصفر وأصغر من واحد ب، فأ أو سيغما راه أصغر من ب. هادو ثلاثة ديال العلاقات اللي خصنا نعقلو اليوم قبل ما نبداو التمرين. دابا نبداو التمرين ديالنا، يجينا ساهل اللي كنا عارفين هاد ثلاثة ديال لي غولاسيون. إذا نبداو بأول وحدة اللي هي لا فالور ابسولي ديال إكس زائد واحد اش اصغر قطعا من 0.1. بالنسبه للتمارين راه كنجيبهم من لي تي دي، صافي. دابا نجمع منكم التمارين اللي خدمنا كاملين واحد البدائل غتلقاوها في الوصف، صافي، غتلقى فيه التمارين اللي خدمنا فيها غير كاملين. اذا اكس زائد واحد اصغر قطعا من اش من 0.1. كي ندير نحل هذا، قلنا حنا ملي كتكون عندي واحد الفالور ابسولي ديال واحد تي كبيره ولا اكس زائد واحد ما كيهمش أصغر قطعة من 0.1، هادشي اش كيكافئنا؟ أن هاد إكس زائد واحد مالو؟ باش محصورة؟ محصورة ما بين 0.1 وناقص 0.1، محصورة ما بين 0.1 وناقص 0.1. دابا إلا بغيت أنا إكس شنو خصني ندير؟ خصني نقص واحد، تولي عندي ناقص 0.1 ناقص واحد، صافي، ناقص 0.1 ناقص واحد، يعني ناقص واحد. هنا إكس زائد واحد ناقص واحد راه هي إكس، وهنا شنو؟ 0.1 ناقص واحد، مزيان. إذا هنا ناقص 0.1 ناقص واحد كتعطينا هي ناقص 1.1، أصغر يعني إكس محصورة ما بين ناقص 0.1 ناقص واحد هي ناقص 1.1، 0.1 ناقص واحد
فهي ناقص 0.9 سعود. اوكي هي ناقص 0.9 سعود. اذا هذه لو بغينا نحولوها على شكل مجال يعني مجموعه الحلول اس شنو غتكون هي مجال مفتوح ناقص 1.1 اش ناقص 0.9 سعود. اذا مجموعه الحلول اس بالنسبه لهذا من هذه المتراجحه رقم 1 اللي هي لا فالور ابسولي ديال اكس زائد 1 يعني اصغر قطعا من 0.1 شنو هي الحلول ديالها هي ناقص 1.1 ناقص 0.9 حتى الا كان عندي اصغر من او يساوي غنبقى ماشي بحال هكا اصغر من او يساوي هنا اصغر من او يساوي غير الحل عايجو هذا يعني المجال مغلق ما يجيش مفتوح دابا مفتوح حيت عندي اصغر قطعا اصغر قطعا اذا هذا هو الحل ديال المتراجحه رقم 1 دابا نمشيو للمتراجحه رقم 2 اللي هي لافالو ابسولي ديال اش ديال اكس ناقص 3 شمالها اكبر من او يساوي 10 شنو قلنا كيكافئ ملي كيكون عندي واحد اكس كبيره اكبر من او يساوي واحد العدد ا مثلا ولا اي حاجه قلنا بلي اكس كبيره اما كيكون اكبر من او يساوي ا يعني اكس ناقص 3 راه اكبر من او يساوي ا اللي هو 10 او U شنو x ناقص 3 راه اصغر من او يساوي ناقص ا اللي هو ناقص 10 x ناقص 3 اصغر من او يساوي ناقص 10 فهمتي اذا ملي كتكون عندي واحد لافالو ابسولي ديال x ناقص 3 اكبر من او يساوي 10 غيكون x ناقص 3 اكبر من او يساوي هاد 10 او x ناقص 3 اصغر من او يساوي ناقص 10 اذا نكملو هنا كيكافئنا هادشي هنا نخلي غير اكس اكس غيكون اكبر من او يساوي اش 10 ناقص 3 تمشي للطرف الثاني تولي زائد 3 هنا عندي او هنا نخلي غير اكس غيكون اصغر من او يساوي ناقص 10 بالنسبه لناقص 3 تمشي للطرف الثاني تولي زائد 3 اذا علاش تحصلنا على اكس اكبر من او يساوي اش 10 زائد 3 هي 12 او شنو x اصغر من او يساوي اش ناقص 7 حيت ناقص 10 زائد 3 هي ناقص 7 بالنسبه دابا باش تعرف شنو هو المجال هادي شنو المجال عتعطيك يعني مجموعه الحلول الاس عتبدا بهادي حتى هي الصغيره هادي شنو المجال عتعطيك هادي عتعطيك المجال المؤلف فيني ناقص 7 ناقص 7 داخله غدير اتحاد هاد المجال هذا هادي شنو المجال عتعطيك هادي عتعطيك المجال 13 بلس 2 13 داخلة بلوس 30 مزيان حيت هنا او درنا الاتحاد وكانت اي كنا نديرو التقاطع ديالو صافي اذا نديرو الاتحاد ديالو اذا مجموعة الحلول اس بالنسبة لهاد المتراجحة اللي هي القيمة المطلقة اكس ناقص 3 اكبر من او يساوي 10 هي مولف فيني ناقص 7 13 بلوس 30 صافي اذا هذا هو الحل ديال المتراجحة رقم 2 ندوزو دابا لآخر متراجحة اللي هي شنو ثالثا شنو عندنا لا فالور ابسولي ديال اكس زائد 5 شمالها اصغر قطعا من القيمه المطلقه ديكس شنو قلنا قبيله قلنا الا كان عندي واحد ا اصغر هنا زيرو هنا ب شنو كيستلزم هادشي ان ا كاري اصغر من بي كاري الا كانت هنا تساوي كندير هنا تساوي مزيان اذا لا فالو ابسولي راه عارفينها حنا بلي هي اكبر قطعا من الصفر ولا اكبر من او يساوي الصفر معروف صافي اذا هادي نحولها شنو هي هادي لا فالور ابسولي كتساوي هي جر اش اكس زائد 5 او كاري هادي هي لا فالور ابسولي لا فالور ابسولي اكس شنو كتساوي راه هي جذر اكس او كاري اذا لا فالور ابسولي اكس زائد 5 راه هي جذر اكس زائد 5 او كاري هادي مالا اصغر قطعا من اش شنو هي لا فالور ابسولي ديال اكس هي جذر اكس او كاري شنو قلنا حنا غادي نرفعوها
غادي نديرو هنا او كاري وهنا او كاري مي عارف او كاري عيط على الجذر هنا وعيط على الجذر هنا تعرف بقى لي اكس زائد 5 او كاري اصغر قطعه من الناس من جذر اكس او كاري لكل او كاري اللي هي اكس او كاري مزيان اذا الاسيتنا مع الجذر مشات هنا الاسيتنا مع الجذر هنا مشات هذه عباره عن متطابقه هامه هي اكس او كاري زائد 2 1 5 اكس اللي هي 10 اكس وهنا زائد 5 او كاري اللي هي 25 اصغر قطعه ما عندناش من اكس او كاري بالنسبه لهنا عندي اكس او كاري اكس او كاري هنا مشات شنو بقى لي هادشي 10 اكس زائد 25 مالو اصغر قطعه من الصفر اذا عند حل هذه المتراجعه الحل ديالها صفر خرج عليا اكس شنو عندي 10 اكس مالو اصغر قطعه 25 عاد في الطرف الثاني شنو هي ناقص 25 هنا بغيت انا اكس خصني نقسم على 10 10 موجبة اذا عيب قائم بسترتي اذا اكس عيب اصغر قطعه من شنو ناقص 25 على 10 مزيان اذا اكس مالو راه اصغر قطعه مناش ناقص 25 على 10 راه هي ناقص 5 على 2 صافي حيت هنا الفوق 25 هي 5 في 5 و10 هي 2 في 5 5 مشات مع 5 بقات ناقص 5 على 2 اصغر قطعه من ناقص 5 على 2 بالنسبه لمجموعه الحلول اللي بغينا نعطيوها هنا شنو هي مجموعه الحلول اس اس 3 ديال المعادله رقم 3 شنو هي هي المجال مولف فيني وهنا ناقص 5 على 2 خارج ناقص 5 على 2 خارج اذا هذه هي مجموعه الحلول بالنسبه لهذه المعادله هذه رقم 3 صافي باش الناس تقريبا جميع انواع المعادلات اللي ممكن تحطها بالنسبه للمعادله من الدرجه الاولى يعني هاد ثلاثه الانواع هما اللي كيتحطوا صافي اذا نشوفكم في حصه مقبله مع التمرين رقم 8